Okay, Mr. Said, Alhamdulillah, today we studied أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Okay, Mr. Said, Alhamdulillah, Rabbi Mithrat, inshallah, recite this ayat in the right way, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.